مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد، برنامج حوار مع طبيب. النهاردة معانا الدكتور ناصر الخطيب من مدينة دسوق الجميلة. دكتور ناصر أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، دراسات عليا في التركيبات الثابتة والمتحركة، دبلوم زراعة الأسنان المتقدمة جامعة إكسفورد إنجلترا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. النهارده حضرتك يا دكتور ان شاء الله هتكلمنا على زراعه الاسنان بمفهومها الجديد الحديث. نعم. اللي هو بنقول فيه اخر متطور للطب، عالم الطب في زراعه الاسنان. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. شكرا لك نعم. وشكرا للمشاهدين الكرام. لو حبينا نبسط موضوع زراعه الاسنان للمشاهد. أيوة. زراعه الاسنان عباره عن غرسه بتعوض الجذر، او جذر صناعي بيوضع في العظم علشان يعوض الجذر اللي فقد او خلع من تسوس او تآكل او كده. بنحط الجذر الاول اللي هو الغرسه الصناعيه ديت المعدنيه ديت، وبعد كده بنركب عليها الجزء اللي هو الكراون او السنه اللي هي بتظهر في الفم. طيب الغرسه دي تبقى عباره عن ايه؟ بنعرف ان هي مسمار بينحط داخل اللثه ولا عباره عن ايه؟ هو الغرسه ديت يعني بلاش كلمه مسمار، يعني ما احنا عايزين نعرف مفهومها بقى العلمي ايه. هي قطعه، هي جزء معدني من ماده اسمها تيتانيوم. التيتانيوم ده ماده خامله ما أيوة. بيتفاعلش مع الجسم ابدا ابدا، وديت الماده اللي هي بتصنع منها غالب الاشياء اللي هي بتوضح في الجسم كالجبائر بتاعه الكسور و فالجسم ما بيتفاعلش ابدا ابدا مع الماده ديت، وتوضع مكان الجذر اللي فقد علشان تركب عليه الجزء الخارجي. طيب احنا النهارده بنقول هنزرع سنه، نعم. ايه خطواتنا اللي حضرتك بتعملها مع المريض، او هنقول الانسان اللي فقد اسنانه او عايز يعوضها عن طريق الزراعه، مش لازم نقول مريض. ايه الخطوات بقى اللي حضرتك بتعملها مع المرضى بتاعك عشان يدخل العياده يقول لك يا دكتور انا عايز ازرع سنه؟ بنبدا تمام. بايه؟ تمام. هو اول حاجه طبعا لازم الاول نشوف الحاله الصحيه بتاعت المريض. تمام. اذا كان عنده سكر، اذا كان عنده قلب، اذا كان عنده ضغط، كل الحاجات ديت بنحب برضو نطمن المشاهدين ان مفيش حاجة اسمها مفيش مريض او في مريض ان هو ما ينزرعلوش. لا، كل المرضى بينزرعلهم، ولكن لازم احنا بيبقى فيه بعض الاحتياطات لكل مريض. طبعا مريض سكر بيبقى له احتياطات معينة، مريض قلب بيبقى له احتياطات معينة، مريض ضغط بيبقى له احتياطات معينة. اكيد. الاول المريض بيجيني، بنشوف الاول الميديكال هيستوري او هي قصة المرض بتاعه. تمام. عمل عمليات قبل كده او كده، وبعد كده بنطمن على الصحة، الحالة الصحية بتاعته عموما، وبعد كده بنبعته يعمل إشعة. أكيد. الإشعة طبعا ديت بتبقى دلوقتي الحديث إن احنا بنعمل إشعة للزرعة، وبنعمل إشعة 3D أو كوم بيم، بنعمل تخطيط للزرعة. في حاجات كتيرة قوي قوي جدت في الأونة الأخيرة ديت علشان نعمل الزراعة. تمام. وتاني حاجة بنبدأ نفحصه كلينيكيا، يعني بنبدأ نفحص المكان اللي احنا نحط فيه الزرعة، العظم بتاعه عامل ايه وكده. وان كان برضو الاشعة اللي هي الـ 3D بتقول لنا ان نوع العظم ايه، سمكته كام، بعده عن الحاجات اللي هي الفيتال، يعني بعده عن النيرف العصب، او بعده عن الجيوب الانفية، او بعده عن الحاجات اللي هي الحساسة اللي احنا ما ينفعش ان احنا نلمسها بالزرعة. فكل ده بيتحدد بالإشعة. طبعا كل طبعا ده بيتحدد مبدئيا كده بنعمل بالإشعة. اشعه الاول اللي هي 3D، وبعد كده بنبدا نشتغل مع المريض بتاعنا. طيب تمام. في سؤال بيقول ان احنا معرفش ده بقى كان علميا عند حضرتك صح ولا لا، ممكن نزرع فك كامل في يوم واحد ازاي؟ هو طبعا الفك كامل في يوم واحد الامر دلوقتي بقى سهل جدا جدا، يعني معلومه اكيده. يعني احنا ممكن نزرع الفكين مش فك واحد، كمان الفكين فوق وتحت. لو واحد مثلا ما عندوش اسنان خالص، بنعمل له الفك فوق وفك تحت. وطبعا دلوقتي في الاونه ديت بنعمل له حاجه اسمها سيرجيكال جايد او دليل الزراعه. بنبعته مراكز متخصصه في الامر ده، بناخد مقاسه وبناخد الاشعاعات بتاعته. اكيد. فحتى احنا كان معانا صور نشوفها بعد كده ان شاء الله. الحاجات ديت بنحطها وبنثبتها كويس قوي قوي، وبنشتغل بالدريلات بتاعتنا بدون اصلا فتح لثه، بدون جرح، بدون ده سؤالي خياطه. بقى اللي حضرتك جاوبت عليه قبل ما اساله. في حاجه مطمنه قوي قوي عند دكتور ناصر، طبعا ده حاجه انا لمستها بنفسي في العياده، ان حضرتك بتعمل زرع سنه
بدون جراحة لثة إزاي؟ نعم، هو انا زي ما بقول لحضرتك، هو اذا كان العظم كافي حوالين المكان اللي احنا هنعمل فيه الزرعه، فما فيش داعي ابدا 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 ان انا افتح اللثه. تمام. بنحط الزرعه من خلال اللثه، بس بيبقى فيه جزء بسيط قوي مخروم ان احنا نعدي منه اللثه. فالموضوع ده دلوقتي حاليا امر، لو العظم بتاع المريض كويس انا مش هحط له عظم صناعي، لان احنا زي برضو ما احنا هنقول بعد كده، هل كل العمليات سهلة أو فيها عمليات أحيانا بتحتاج إن احنا نفتح وإن احنا نحط عظم صناعي وإن احنا نحط ممبرين غشاء، أو إن احنا أصلا نجيب له أصلا شرايح عظم من أماكن تانية، من الفك مثلا، من التشيك من هنا أو من الفك من فوق، أو أحيانا كمان بيضطرنا الأمر إن احنا ندخلوه جراحة لو ما عندوش عظم خالص، ندخلوه جراحة ونجيب له عظم من أماكن تانية، من القفص الصدري أو من القفص الصدري، او ان احنا نجيب له من ده في حالة ما عندوش بقى ده عظم لو في خالص. حالة ما عندوش عظم خالص خالص. تمام. ولكن كل الامور، كل الحاجات متاحة، بس احنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي السيمبل اللي ايوه، بقول لحضرتك لو العظم كافي وكده ما بيحتاجش ابدا ابدا ان احنا نفتح خالص. يعني بنقول ان مثلا عشان نطمن برضو المشاهد المعلومة اكيدة وصحيحة، بيبقى في زي اخرام صغننه في قلب اللثه، مش تمام. جرح كامل. لا لا لا، مش ده جرح المعلومه كامل. دي مؤكده. تمام. ولو في صور، لو هي بتتعرض دلوقتي نشوف ال اللي اتعمل عند حضرتك نفس الكلام ده في العياده عند حضرتك، وحطينا المريض ما شاء الله حوالي 12 غرسه في وقت واحد وما كانش فيه جراحه. وهو ما كانش فيه جراحه ابدا ابدا، وما شاء الله المريض راح يعمل اشعه وجاي، ما فيش اي مفيش مشاكل اي خالص، مشكله. ولا في خيط ولا طب في اي حاجه. لزرع سنه دكتور، يعني انا مثلا النهارده دخلت عند حضرتك وزرعت سنه، تمام تمام، او فك كامل او اي حاجه، تمام هل ممكن في نفس اليوم بستعمل سناني عادي باكل عليها بتعامل معاها عادي، ولا بيبقى في مثلا وقت معين حضرتك بتحدده عشان نبدا نتعامل مع الاسنان بطريقه صحيحه بعد الزراعه؟ والله بصي، هو يعني احيانا احنا كمان بنطلع المريض في نفس الجلسه مركب اسنان، ما يعني هو مركب بيبقى اسنان في نفس الجلسه، ايوه يعني احنا ايوه بنعمل الغرسه النهارده وبنركب له عليها بعض الاسنان، ايوه الاسنان اللي هي، ولكن دي برضو يعني لو سن اماميه او كده، أمم لو سن اماميه بنمشيه بحاجه بتركيبه مؤقته على الغرسه، بحيث ان احنا أمم ما يفقدش سنه مده طويله، وخاصه في الاسنان الاماميه احنا تعرفين طبعا فايده الاسنان سواء في الكلام او في الاسنان الاماميه، يعني أمم سواء في الاسنان في الكلام او في المظهر او كده، مهمه جدا جدا. فما بنمشيش المريض. طيب احنا الزراعة بنقول ان هي مفهومها انها زرعة او غرسة زي ما بنقول. تمام. التركيبة في منها تركيب ثابت وتركيب متحرك. تمام. تمام كده. فاحنا النهاردة برضو عايزين نقول احنا زرعنا سنة خلاص او ضرس. في حاجة انا سمعتها او عرفتها او لمستها عند حضرتك في العيادة، ودي كانت حاجة غريبة جدا، ممكن تقريبا اول مرة اشوفها، ان انا مثلا مريض خلع ضرس النهاردة وركب مكانه في نفس اليوم، او زرع بمعنى اصح تمام في نفس اليوم. تمام اكيد المعلومه دي اللي انا عرفتها من مريض عند حضرتك، ولا ده مجرد كلام بيتقال، لا ولا لا ايه لا، ازاي يعني؟ هو بص حضرتك، يعني احنا بنقول مثلا من حوالي 60 او 70% من الحالات احنا بنخلع الجذر اللي هو الموجود اللي احنا فقدنا الامل في التركيب عليه، او ان ايوه. احنا نعالج جذور او كده، فاحنا بنخلع السن وفي نفس الجلسه بنحط الزرعه. يعني ممكن الانسان يخلع ضرسه او سنته ويزرعها في نفس اليوم، وهيزرع الغرسه بقى، يعني هي الغرسة يعني نفسها تتزرع في نفس اليوم، في نفس ده اليوم، كلام مؤكد يعني وده طبعا الاحسن، حضرتك لان بتفضله ليه؟ انا بفضله لعده امور. اول حاجه، انا لما بخلع، لما المريض بيجي لي خالع وخالع من مده طويله من سنه او اتنين، لو كان مثلا السن الطبيعي بتاعه في مسافه مثلا 7 او 8 في عرض العظم بتاعه، في سبعة او ثمان سبعة او ثمانية صن بتاع ملي، ملي فانا ده ممكن احط له زرعه لحد 5، في حين لما بيجي لي المريض بعد كده، وكمان الطول كمان، يعني احيانا كمان الطول بيبقى بيفرق معانا كتير خالص خالص. كتير. أي فاحيانا لما بيجيني المريض بعد خلع بعد سنتين او بعد 3، بيبقى فيه مشاكل كتيره خالص خالص. طبعا. اولا السبعه دولت انا ممكن الاقيهم مثلا بقوا 3، السبعه العرض دولت بقى ممكن الاقيهم 3، وكان الجذر اصلا الاصلي كان مثلا مسافته مثلا او طوله كان حوالي مثلا 12 او 13 او 16 واتيفر كان كام، لا دلوقتي ممكن يوصل معايا الخمسه او 6 مللي بس، ما ينفعش يعني احط فيه موضوع زرعه. ان احنا دلوقتي خالعين ضرس او سنه
بيسهل لنا عمليه الزرع اكتر من اللي خلى مثلا بقاله فتره، تمام. لان زي ما بنقول بقى كده يعني بالشرح المبسط قوي ان اللسه في الوقت ده بتبقى مفتوحه تمام. بتساعدني اكتر. هو زي ما تمام. حضرتك بتقولي كده، ان اللثه بتكون مفتوحه وبيبقى في فرصه ان احنا ان العظم يجي على الزرعه، فالزرعه بتحافظ، ودي برضو من فوائد، من اهم فوائد الزراعه، ان هي بتحافظ على سماكه العظم تمام وطول العظم، اكيد طبعا. سماكته ان هو ما والطول بينحسرش، ما بيصغرش كده، تبقى وطول العظم العمليه مسهله اكتر وطول يعني. العظم. تمام. إيه طيب، إيه بالنسبه للزراعه برضو في حاجه مهمه بتتقال، إيه انا رايح للدكتور وخايف من الزراعه لسبب مهم، ايه هو؟ إيه السؤال يعني اللي بيطرح نفسه، وحضرتك ضحكت قبل ما نكمل، فهو فعلا ده حضرتك عندك الاجابه، ودي معلومه ممكن ما تكونش صحيحه قوي، لان انا زي ما قلت لحضرتك انا بستفسر عن كل حاجه قبل ما اطلع البرنامج بتاعي. الزراعه اغلى بكتير من التركيبات، راي حضرتك ايه؟ منتهى الصراحه عايزه رأي اطمن بس حضرتي المشاهد بتاعي. إن الأمر ده خطأ، خطا خطأ جملة وتفصيلا. بمعنى بمعنى حضرتك، يعني لو المريض جاي مثلا فاقد سن واحد، تمام، وهنعمل غرسة في مكانه، خلاص. طيب ايه البديل يا دكتور عن الزراعة؟ من الزراعة جالية البديل انني حك او هبرد السن اللي ورا وهبرد السن اللي قدامه، تمام. وهيبقى مركب 3 أسنان. طبعا ال3 أسنان دولت قد يكون، يعني احنا يعني بنتكلم برضو كده، قد يكون أرخص، تمام، ولكن هو في الوقت الحالي أرخص، إنما بعد شوية أغلى بكتير جدا جدا، لأن الضرس اللي ربنا خلقه لي وأنا كطبيب المريض اضطرني إن أنا أحك فيه علشان أركبه عليه، الضرس ده اتأثر 1000000%. طبعا وكمان الضرس ده انا ممكن مثلا ابدا ابرد فيه لحد ما اوصل فيه للعصب، بالظبط وابدا اسحب العصب بتاعه، بالظبط. وطبعا سحب العصب بتاعه فيه برضه مشاكل بتيجي بعد سحب العصب، ممكن يجي تحت خراج ممكن او كده. اكيد. فطبعا انا اضطريت السن ده، يعني حملته حمل زياده عنه، ايوه. هو ملهوش اي ذنب في الحمل الزياده ده الا ان جاره الضرس اللي جنبه هو اللي اتخلع بس، فهو ملهوش اي لازمه في ان انا احك اللي ورا واحك اللي قدام. كمان التركيبه عموما عمرها مش طويل، يعني التركيبه لو بنقول مثلا هتعيش 5 سنوات، ممكن تعيش 10، ممكن تعيش 15، وبعد كده اجي الاقي الضرسين اللي انا عملتهم تحت وبردتهم فيهم مشاكل اتاثروا، طبعا. فاضطريت ان انا اشيلهم، وبقى عندي انني خالع 3 اسنان بقوا، كان مادام يعني كان واحد مفقود جيت اعوضه بعد 10 سنين، بقت ان انا بقى خالع ثلاثة ثلاثة. كده. فان انا هرجع تاني اضطر ان انا ازرع، بس مش ازرع واحد بس، ممكن ازرع 2 او 3. بالظبط كده، يبقى يعني احنا اذا بنفقد ساعتها درس، تمام، نعم نعم واثنين وثلاثة ساعة ما بعمل التركيبة بتاعتي، نعم لكن في الزراعة اوريدي بشتغل على طول تمام بدون أي تأثير على الأسنان اللي موجودة أو المجاورة أو أي حاجة. تمام فاوريدي إن احنا بدل ما نعيد التجربة تاني بمبلغ تاني، فاحنا بنعمل زراعة أسهل وتبقى مرة واحدة وخلص المريض وكده وارتاح. تمام. تمام. والحاجة التانية كمان ان التركيبة انا كده بقيت مركب 3 أسنان. ال3 أسنان دولت ممكن، يعني ممكن يطلع شكلهم برضو فيهم مشكلة، بقوا مشكلة في ال3 أسنان تمام. مش مشكلة في سن واحد. وبعد كده بعد شوية المكان المخلوع اللي هو فيه خلع وفيه فقد سنة غالبا بيحصل له ضمور في العظم، ويبدأ يفتح مسافة ويدخل أكل أكيد طبعا. ويطلع ريحة، ودي برضو مشاكل برضو، يعني ممكن بعد 5 سنين، حتى لو السنين سلام، بعد 5 سنين هيجي يقول يا دكتور التركيبة بتدخل أكل واحنا عايزين نغيروها، فنشيل التركيبة خالص ونعمل تركيبة جديدة نبدأ على أنا نعمل مستوى كده، العظم الجديد. يعني مفهومة حضرتك إن فعلا الزراعة أحسن صحيا وماديا وكل حاجة، تمام. يعني المعلومة خطأ خطأ إن هو الزراعة أنا مش عايزة أروح لطبيب أسنان لأن الزراعة غالية، لا أنا هبعد عنها هعمل تركيب. لا إحنا تمام. بنفهم بقى طبعا، هو قبل أي حاجة إن يعني الضرس أو السن اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى ده طبعا مفيش أحسن منه، بس إذا اضطر الأمر تمام بنعمل حاجة اسمها الزراعة مش التركيب، لأن الزراعة أفضل بكتير، نعم. لأن إحنا بنقول مدتها أطول نعم. في مثلا في فم الإنسان طبعا، وجودها ما بيتغيرش زي مثلا تركيب
ما بنفقدش اسنان، بنبرد طبعا ونعمل الكلام اللي هو بيتعمل في التركيب، تمام فطبعا زي ما كده حضرتك بتبقى بتقول. ايه الموضوع سهل وبسيط. تمام فاحنا كده النهارده بنطمن المشاهد وبنقول ان الزراعه شيء سهل وبسيط وبرده مش مكلف ماديا. طبعا ده كلام مؤكد، مش كلام مجرد كلام كده شحنة على الشاشه، لا طبعا احنا بنقول حقيقه، لا عشان حقيقي انا البرنامج بتاعي مستهدف، وبحب اطمن المشاهد بتاعي قوي عن كل حاجه بتكلم فيها بوضوح، تمام سواء هي مرهقه ليه او مفيده ليه، لا بتكلم بوضوح في كل حاجه. تمام اوكي طيب، بالنسبه احنا قلنا في فرق بين الزراعه هنا وبين التركيب، تمام تمام. طيب احنا النهارده في حاجات حضرتك طبعا مهمه قوي لازم نعرفها المشاهد. انا النهارده زارع سن او زارع درس او زارع فك كامل، تمام طبعا اوريدي ان انا مش هبقى طبيعي بطبيعتي زي الانسان اللي هو فعلا بسنانه الطبيعيه اللي ربنا خلقها له. تمام فهنا في احتياطات حضرتك طبعا بتنوه عنها دلوقتي المشاهد، ان احنا لازم نكون في الاعتبار فيها عشان ننجح الزرعه. ما نقولش مثلا انا رحت للدكتور ناصر وعملت الزرعه بتاعتي وبعد كام شهر او بعد كام سنه لا لقيت الدنيا مش كويسه. فاكيد في احتياطات حضرتك هتنوه عنها دلوقتي عشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا فعلا مجدي ان احنا عملنا زرع. زي ايه؟ هو بص حضرتك، يعني احنا زي ما احنا بنقول ان الزراعة هو جسم يعني غريب معدني انا حاطه علشان اركب عليه التركيبة. تمام تمام، الاول يعني انا افهم مقصود حضرتك ايه وكده من السؤال، ولكن برضو انا بحب اطمن المشاهد ان انت بمجرد ما احنا بنحط الزرعة وبيعدي الزمن اللي هو زمن الاختبار اللي هو الزرعة تمسك فيها، اللي احنا بنقول مثلا اللي هو قبل التركيب من 3 ل 6 شهور بنسيب الزرعة علشان يمسك فيها العظم وكده. بعد كده الزرعة بتبقى بتستخدم تماما بتمام مثل السنة، عادي. ما فيش فرق ابدا ابدا يعني بين مثلا ايه هنقول، طب سؤالنا الاخير والمهم قوي، مش معنى كده ان انا زارع سنه، لا في نصايح معينه من حضرتك هتعرفها المشاهد دلوقتي اكيد هيستفيد منها بعد الزرعه، تمام. المفروض المريض بيعمل ايه؟ هو طبعا الزراعة بما انه هو شيء غريب شيء ما هوش طبيعي، تمام اذا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الاسنان ويعني ولازم ان احنا نحافظ عليها، طبعا طبعا وده خلق ربنا سبحانه وتعالى بميكانيزمات وحاجات رهيبة. يعني احنا لو دخلنا في بعض التفاصيل، بس تفاصيل كتيرة جدا كثير جدا طبعا جدا طبعا خلاص. فإذا كنا بنقول إن الأسنان يتحافظ عليها مثلا بنسبة مثلا 100% الأسنان الطبيعية لازم تحافظ عليها، فلازم تحافظ على الأسنان الصناعية بنسبة 200%. طبعا طبعا يبقى لازم أنت دي أول نقطة. بتضاعف مرات الغسيل، إذا كان مثلا ما بتستخدمش الخيوط أصلا مع الأسنان الطبيعية لازم تستخدم خيوط مع مع الأسنان الصناعية أو المزروعة الزراعة طبعا. أو التركيبات حتى أو الحشوات حتى. الحاجة التانية ودي أهم حاجة وأهم حاجة هو الكشف الدوري عند طبيب الأسنان طبعا اللي أنت طبعا فيه. المتابعة. المتابعة دي طبعا لمريض الزراعة ما يزيدش أبدا أبدا عن 6 شهور، لازم يروح المريض الدكتور هيطمن عليه من ناحيتين، من ناحية اللي هي الكلينيكية يعني هيبص عليه ويشوف الأنسجة أكيد عاملة إيه لازم واللثة متابعة عاملة إيه طبعا. وكده، أيوة أيوة وبعد كده هيبعته يعمل أشعة علشان يطمن برضو هل العظم مازال كويس حوالين الزرعة، طبعا دي هل أهم في حاجة. طبعا هل في حصل تطورات. الحاجة التانية والحاجة المهمة جدا جدا ان احنا دايما بنقول لمريض الزراعة ان الزرعة ديت مسؤوليتك ومسؤولية الأسنان اللي جنبها. يعني ايه يا دكتور مسؤولية الأسنان اللي جنبها؟ يعني ما ينفعش مثلا انا عامل زرعة خلاص وهي اوريدي كويسة وانا ركبت عليها من سنة وكده، الا ان السن اللي جنبها عامل فيها خراج، عامل خراج تحته مش تحت الزرعه خلاص، عامل خراج تحته. طب الخراج ده لازم ياثر لي على الزرعه، طبعا يبقى لازم ياثر لي على الزرعه. يبقى اذا الزرعه ديت برضو علشان هي حاجه غريبه وحاجه جديده وكده فلازم نحافظ عليها حتى من الاسنان المجاوره لها. بالظبط يبقى لازم ما في ده عن كشوفات طريق دوريه، المتابعة بقى. لازم في كشوفات دوريه، لازم نشوف الاسنان اللي جنبها فيها مشاكل لازم نتدخل ونعالج طبعا علشان نحافظ على ده عن طريق الصحه. الطبيب المختص طبعا، طبعا ان انا بنعمل كشف دوري اطمن على السنان المجاورة على قبل السنان الزرعة المجاورة. نعم نفسها. نعم على السنان ان انا لو المجاورة. السنان المجاورة سليمة اوريدي هتبقى الزرعة سليمة كمان هي كمان. تمام. طبعا في حاجة برضو اخيرة، ان هي برضو مأكولاتنا على الزرعة بتبقى غير المأكولات اللي هي الطبيعية، ده اكيد يعني يعني برضو مهما أمر كان طبيعي. بنعمل احتياطاتنا. نعم، هو أمر طبيعي، أمر طبيعي حتى على التركيبات العادية، حتى التركيبة اللي نعملها وكده.
التركيبة بتبقى معرضة للكسر لأن هي بتبقى مصنوعة من مادة بورسلين أو زيركون، فالمواد ديت بتبقى صلابتها عالية جدا جدا، فمن السهل إن هي تنكسر. طبعا فده طبعا الحاجات النواشف والحاجات الجاسية المطاطة بقى والحاجات والكلام ده كله برضو والحاجات من ديت كلها ممنوع، يعني مش ممنوع بس بنكونوا حذرين شوية، بنشوف حذرين شوية في احتياطات شوية. في الحذرين شوية. ولو الإنسان مثلا زرع سنة أو سنتين فيحاول في الأكلات اللي هي الناشفة أو الأسية ديت يحاول يبعد عنهم أكيد وياكلهم على طبعا، الأسنان أكيد التانية. أكيد. دكتور ناصر، أنت حضرتك فعلا أفدتنا النهاردة الله بمعلومات هايلة، يسلمك. وطبعا أنا يعني مش هقول إن دي حلقتنا الواحدة، لا، إحنا دايما هنكون مع دكتور ناصر في حلقات تانية إن وتالتة شاء الله بإذن ورابعة، الله. هنتكلم فيها عن كل حاجة، عن الزراعة وعن التركيب وعن مريض الأسنان عامة كله، والحشو العصب وكل الكلام ده. إن شاء طبعا الله بإذن أكيد الله. حضرتك هتفيدنا وتفيد المشاهد كتير قوي. طبعا بس يعني في نقطة، بس لو معاك اتفضل وقت ممكن. اتفضل هو احنا عايزين بس نتكلم ننوه عن حاجة مهمة خالص، وهو اتفضل. خطوات الزراعة. يعني اه يعني طبعا. اه يعني انا انا ازاي اعمل زرعة؟ انا بروح للدكتور، الدكتور زي ما قلنا حضرتك في الاول بنشوف الاشعة وبنشوف ايوه طبعا. الحاجات ديت وبنطمن ان خلاص اوريدي المريض ده جاهز للزرعة خلاص، بنديله الموعد وكده. فبيجي اول حاجة بنعملها بنحط اللي هو المسمار زي ما حضرتك بتقولي او هو الغرسة. بيتسمى المفهوم يعني العادي المعتاد. الغرسة ديت بتتحط في العظم خلاص، وبنقفل عليها تماما وبنخيط عليها خلاص. وبعد اسبوع او 10 ايام بيجي يفك الخيط اذا احنا كنا فاتحين اصلا، اما لو فاتحين خلاص، لو مش فاتحين خلاص يبقى يعني خلاص لو اوريدي مش خلاص. فاتحين خلاص هو بعد اسبوع اسبوعين بترجع اللثه تماما بتمام قبل ما كان نعمل زراعه، سواء فاتحين وحاطين عظم او سواء ان احنا شغالين فلابلس يعني بدون فتح وكده وحاطين الزرعه. بنسيب الزرعه مبدئيا بنقول المريض مثلا من 3 ل 4 شهور، قد تمتد ل 6 شهور في حالات انني حاطط عظم صناعي او واخد جرافت من مكان معين او انني حاطط ممبرين او كده، ممكن يمتد ل 6 شهور او 5 شهور. وبعد كده بنيجي في بعض الاختبارات علشان نختبر الزرعه ديت كويسه ولا مش طبعا كويسه، طبعا ده لان هي لازم. الزرعه فتره الاختبار بتاعها هي الفتره ديت، انما اول ما بتعدي الفتره ديت وبتبقى كويسه وبنختبرها ان هي ماسكه في العظم وحصل اللي هو بنقول عليه الاستنتجريشن، يعني اللي هو العظم مسك في الزرعه نفسها، لان الزرعه ديت انا اصلا في الاول انا بحط الزرعه وانا بربطها بايدي، يعني انا ببقى بربطها كده لحد او بشدها براتشد او كده، فبتبقى سهله قوي قوي. فانا بعد كده باجي بقى بختبرها بقى هل هي ماسكه او مش ماسكه، وطبعا بالاشعه وكده خلاص. وبعد كده بنسيبوها لمده اسبوعين أكيد طبعا وبعد طبعا كده نركب عليها ان شاء الله. أكيد. شكرا لحضرتك دكتور الله ناصر، يحييك. شرفتنا شكرا وأفدتنا. شكرا شكرا للمشاهدين مشاهدينا الأعزاء. الكرام، في نهاية حلقتنا بنشكركم وبنرجو نكون كان أسعدناكم كما سعدنا بكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. كانت معكم عز هشام. شكرا شكرا دكتور ناصر. شكرا.